مشاهدينا أسعدتم مساء. يبدأ تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة من أصل قطبي على المملكة اعتبارا من هذا اليوم وهذه الليلة، وغدا يكون تأثيره واضحا بشكل ملموس. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي شرق البحر المتوسط وأيضا المملكة. مثل هذه الغيوم سببت سقوط زخات من المطر، زخات متفرقة، وأيضا ثلوج خفيفة فوق المرتفعات الجبلية. مثل هذه الغيوم سيستمر في الظهور فوق المملكة هذه الليلة وغدا الخميس وأيضا يوم الجمعة. الكتل الهوائية الباردة أو الخرائط التي تمثل الكتل الهوائية الباردة، نلاحظ أن اللون الأزرق هو الأبرد ثم الأخضر الفاتح، فبنلاحظ أن هناك كتلة هوائية باردة من أصل قطبي شديدة البرودة تؤثر على المملكة، تؤدي إلى انخفاض ملموس وكبير وواضح على درجات الحرارة. هذه الكتلة الهوائية المصاحبة للمنخفض الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة حتى مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل الهطول، فنلاحظ أن الهطولات ستبدأ في المناطق الشمالية من المملكة اعتبارا بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء وأيضا مساء الأربعاء. الأربعاء ليلا تقل فرص الهطول في المناطق الجنوبية والوسطى، وأيضا تبقى فرصة الهطول في أقصى شمال المملكة، لكن صباح يوم الخميس يتجدد الهطول في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا في المناطق الجنوبية تدريجا. ويوم الخميس تقريبا تشمل الهطولات معظم مناطق المملكة، والهطولات بتكون بقصد فيها أمطار وأمطار ممزوجة بالثلج وثلوج على قمم المرتفعات الجبلية العالية. يوم الجمعة أيضا صباحا في الصباح الباكر تشتد الهطولات لتشمل معظم مناطق المملكة يوم الجمعة الصباح الباكر وأيضا قبل ساعات الظهر وأيضا بعد الظهر. بتبقى فقط الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والهطولات أيضا زي ما حكيت، الهطولات المقصود فيها الهطول المطري والهطول الثلجي. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا، تضعف فرصة الهطولات تدريجيا، الحرارة الصغرى المتوقعة 4 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الخميس انخفاض واضح وملموس وكبير على درجات الحرارة، تصبح الأجواء باردة غائمة ماطرة على فترات، الأمطار تكون ممزوجة بالثلوج أحيانا، وأيضا هناك فرصة لتساقط زخات من الثلج على قمم المرتفعات الجبلية العالية. وأيضا يوم الخميس تشتد سرعة الرياح وبالتالي بتكون مثيرة للغبار قبل الهطول في المناطق الصحراوية الجنوبية والمناطق الصحراوية الشرقية، والعظمى المتوقعة 7 درجات مئوية. بحب أشير هون إلى أنه معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة أصبح 17 درجة، إذن درجات الحرارة غدا أقل من معدلاتها على الأقل ب10 درجات مئوية. ويوم الخميس ليلا تكون الأجواء باردة وغائمة، وأيضا تسقط الأمطار الممزوجة بالثلوج وأيضا بعض زخات من الثلج على قمم الجبال العالية. ويستمر تأثير الكتل الباردة على المملكة يوم الجمعة، فيوم الجمعة تبقى الأجواء باردة جدا
مع حدوث ارتفاع قليل درجة إلى درجتين عما ستصل إلى نهار يوم الخميس، لكن تكون الأجواء غائمة جزئيا، تتحول في المساء إلى غائمة جزئيا، وأيضا تسقط في صباح الجمعة زخات متفرقة من المطر وأيضا أمطار ممزوجة بالثلوج وبعض زخات الثلوج على قمم الجبال العالية، وبتسجل درجة الحرارة العظمى بحدود 8 درجات مئوية. بحب أشير أيضا إلى أنه يومي الخميس وليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة قد تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، هذا يؤدي إلى احتمالية تشكل السيول وخاصة في الأماكن المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، وأيضا نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية وبسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. الجمعة ليلا تتناقص كميات الغيوم، تضعف الهطولات تدريجيا، تكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، والحرارة الصغرى المتوقعة 3 إلى 4 درجات. يخشى ليلة الجمعة على السبت حدوث بعض الانجمادات والسقية خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية والبادية الشرقية والجنوبية من المملكة. يوم السبت إن شاء الله استقرار على الأجواء وبداية لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. الأجواء بتكون يوم السبت ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، لكن أيضا تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، العظمى المتوقعة 7 درجات. ويوم السبت ليلا أجواء باردة وصافية إلى غائمة جزئيا، والصغرى المتوقعة 5 درجات مئوية. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن، في المناطق الشمالية أجواء غائمة وماطرة على فترات بإذن الله، الأمطار ممزوجة بالثلوج أحيانا، وأيضا تسقط زخات من الثلج على المرتفعات الشمالية وخاصة مرتفعات عجلون في بعض الأحيان، ودرجات الحرارة متدنية في إربد 10 إلى 8، عجلون 9 إلى 7، جرش 9 إلى 7، والمفرق 9 إلى 5 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة، وفي البلقاء 8-5، مأدبة 9-5، عمان 7-5، البحر الميت 18 إلى 14، والزرقاء 9 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الجنوبية، المناطق الجنوبية مغبرة نتيجة شدة سرعة الرياح وغائمة جزئيا، هناك فرصة ضعيفة لبعض سقوط الأمطار خاصة في شمال المناطق الجنوبية خاصة الكرك والطفيلة، وفرصة لسقوط أيضا بعض زخات من الثلج على قمم جبال الشراع. الكرك 9 إلى 5، الطفيلة 9 إلى 4، الشراع 7 إلى 2، العقبة 22 إلى 12، ومعان 10 إلى 4 درجات مئوية. المناطق الجنوبية أجواء مغبرة غائمة جزئيا، أيضا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. الأزرق 14-6، الصفاوة 12-3، والرويشد 14 إلى 4 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.